اخرج من الجماعه راي كبيره راي مشكله راي الكلوب افريكان راي عباره راي وزاره الكلوب عباره تحكي على وزاره خارجيه على يلزم انسان كبير راي عباره تحكي على ما نحبوش نقولوا لا دوله لا لوين خويا الكلوب راي كبير راي من عام 20 رام اللي اسسوها مناضلين يا سي عبد السلام يرحم والديك سيب عليك حاجه ما تنجمش سيبها حاجة أخوة منك سيبها يا أخويا شكر الله وسعيك مش قول لي خذيت جمعية على في تراكمات ومشاكل متاع سليم أخويا ما تشدهاش وانت تعرف انت حاجة تعلقت عليها ولا وعدوك ولا كذا ولا رفش نعاونوك وما وقفوش معاك هذيك أمور ترجع لك ليك انت احنا كجمهور نحبوا الألقاب خويا نحبوا جمعية يا سيدي أبار الألقاب نحبوا جمعية تكون نحبوا ديما في البيت نحبوا نمشي يا ولدي راهو رانا قبلهم رانا في الدنيا البرة في الأفريق والواحد احنا قبلهم يا ولدي راه ما يجيش هكا راه ما يجيش استقالة جماعية يا عبد السلام اليوسي رانا ما عادش باش نرفعوا يوفى وقفة الزنقة بالهارب بالحق ما عادش النجم استقالة جماعية ورانا في اعتصام متواصل ما عادش مرة هذه ما عادش باش نرفعوا يوفى الحديث أسباب الحالة الكارثية اللي وصلها لا هوند خالصة لا فوت خالصة لا فولي خالصة الرجل قاعد ما يصرف في شيء ما يعمل في حد شيء تشوفوا الخطايا جايتنا في فدوة على قريب شنو مازال يحب شنو مازال يحب شنو يحب من الأفريقي ما يحب حد شيء يزي كاو ماين الإنسان هذا دخلنا بمشروع ما عمل منه حتى شيء صفر 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 الجملة مشروع في عاده هو تنحو سيسي بوان إداريا في عاده هو فلوس ما فماش جوالات فوت لهوندا باسكيت خالصين في عاده هو ما في تعمل اللي قاذت في رونا وما صارش وما يعني شنو أكثر من هكا زنقة حادة إنسان فاشل إداريا فاشل ما عندوش اتصال بالجوارات ما عندوش اتصال بحتى إنسان يقعد يعمل لك الحربوشة طول بالك شمازوا والجوارات كيف اليوم فما يعني إذا إنسان وفاء نهائيا وفاء صحيح يرحل على الجمعية مش عم في حد شيء عندك فوق ما تتصور يعطيهم ألف ألف صحة وكونوا سيلو دير يد واحدة وراها جمهور وراهم وراك رانا يا كوتش الناس الكل متخمم في حتى شيء سواء حتى هون باسكيت فوت رانا وراه جمهور كليب افريكا وقد تربي تتصلح الجماعية وترحل هالإدارة فاشلة وقد تربي نحن وراك كما عملنا اللدخة على اختيات نعملوا اللدخة للجوارات ونخلصوهم ونفيدهم ونكونوا سيلين مطالبنا الرحيل استقالة. الرحيل هذه الإدارة فاشلة ولكن ما يرحلش لو كان ما يرحلش ولو كان ما يرحلش رانا باش نعملوا اعتبارك لين يرحل لازم تدخل الحكومة ولازم محاسبة محاسبة اليوسف قبل ما يخرج محاسبة اليوسف قبل ما يخرج ويزم يعمل الجلسة التقييمية ويحل الخيارات وحاسبة بالتقرير المالي تقرير المالي قبل ما يخرج ما عادش جماعية عمرها 100 سنة تصير لها هكا ما انسان عيب عيب عليك اخرج يا فاشل ما عملت شيء في الجمعية يزينا يخرج وقبل ما يخرج عملنا التقرير المالي